مساء الخير، عاملين ايه النهارده؟ ايه بقى يا جماعه؟ قلت لي السجاد الجامد جدا. انا جامد جدا. نعم. مش عايز ده ماما، مش عايز ده. قولي لا، روح خدها معاكي. يلا امسكي يا هيبه معايا. شيت اما لو طلعت بصل في الجبل والجبل منزل عليه دي تاني نبتدي بفكرني من المدرسه. ايوه ما كل واحده بتفكرها بحاجه، بس دي هون اصعب. لا شغل الجبل في الشتاء، وما يكون في تلج في الارض كده وتشديه كده تزقيه كده عشان تعرفي تزرعي البصل. لا هو كل الدنيا بتنضر عليكي وما كل الدنيا تنضر عليكي حته التلج. البصل تطلع تاني في ايديك وانت دي بتصرفها ايه ده كبير؟ ايه وربنا كان مقونا اقسم بالله. اقسم بالله كنا بنجيب احلى قرش. فانا بقول ربنا بيعين كل واحد على اكله عيش وبيقويه. طب انا اقول لك بعد ما ولدنا ما عملناش قرش زي ما قلنا. ايوه. زرع البصل فيه. جينا ما عملناش وما عملناش قرش فيه. ده احنا كنا بنيجي نزرعه الدنيا تمطر، ننزل الارض من هنا والدنيا تمطر من هنا، نيجي نقلعه الجو يلعب الجو نور عشان راح اترع عشان ما فيش منه زلت ازاده هي. ماشي ايوه يلا تعالي. طب معاك يا بنت؟ يلا انا كده معاك. قول يا معاكم. سيبها مش قدام. ماليش دعوة بقى، ماليش دعوة بالتنازل يا سمير. العربية ماليش دعوة بيه. وادي يا مالا. فين التانية التيلة بتاعت؟ غسلتوها؟ عند ايه؟ اللي زي محصورين، اللي زي ديت اللي هي الكشمير؟ كشميري والتقيل والتقيلة مغسولة. طب كويس. هتلاقوا بنشفوا حطب هنيك، السمس حلوة قوي هنيك. مش شايلين من طبقين جوه في الأوضة كمان. طب كويس. عشان الشتا يجي لها الواحده تلاقي حاجه نضيفه تتفشى في الارض. على فكره قلنا الكلام ده الشهر اللي فات وجينا نوسخناهم وغسلناهم تاني. طب هتعملي ايه؟ هم دول اللي بنغير فيهم. احسن نضيفه حلوه. ايوه. احنا بنفرشها هي 3 ايام وبتتوسخ وبتشيلها وبنفرش لها. ما تكملش حتى اسبوع انها مفروشة، ده ما 3 ايام بالظبط وفي شيء. ما هي كل جراكن؟ والله جراكن. تعملي مثلا الجراكن ايه من 3 جراكن كده؟ ما طب افضي معاكي واحد وبعد كده اروح اعمل اثنين، احط واحد قبل ما افضي واحد. اتمنى بكرة جوه. Thank you.
دول بقى عايزين يطلعوا يتنشروا فوق من فوق عشان الشمس تهبطهم كل يوم ونزلهم. النشر ده بقى على محمود. علي الكسار لما راح يجيب شويه دقيق وصرصره في الشارع قبل ما يروح للمعلم بتاعه. ايوه. تسلم ايدك يا هلفوت. هتشرفي تاني؟ ليا. شد ميه؟ لا لا، شد برضه دي. هو انت ما خدتش كارت البطاطا ولا ايه؟ خدناها فين؟ مين اللي ما خدش كارت البطاطا؟ انا ما اعرفش راحت فين. انا اللي ما خدتش كارت البطاطا، عايزها؟ انا بسألكم. هنا اهي. طب فضيتها ليه؟ لا عشان ما عفنش. هيضربوا في بعض. هيضربوا كانوا هيضربوا في بعض. احذف ده، احذف. لازم لما تلاقوهم دبلانين احسن ما تلاقوهم عارفين غسالة. انا هسيبهم ليش بيها. انا بحكي انا غسالة ها؟ دي؟ اه. بجد. بس ما تشطبتش حلو. ما تشطبتش حلو. عايزة ما تجيبهاش تبقى تقيلة. هاتي احذفيها. احذفيها. ده مني. هاتي يا غسالة. مش عارفه ممكن مني واقفه عشان ما تعود عليها في الشتاء. يا محمود حطي في قلبها يا هدي. ما تيجي تاخد بيت ونشور. عادي. ابعت الهدوم اللي منشور على السرير ده وانت جاي، البطانيه اللي منشوره على السرير ده وانت جاي. هات ده وانت جاي، المنشوره اللي انا هشرها قدامك ده اللي على السلم ده عشان ما تدوس عليها وانت طول. سيبك يا امك. بصوا يا جماعه، احسن حاجه الواحد تعمل ايه؟ تقعد كده وتربى.